وبما أن المدينة هتستضيف مباريات من مونديال روسيا 2018، من المتوقع أن إيرادات السياحة للموسم الحالي هتصل إلى أرقام غير مسبوقة. سألنا بعض سكان المدينة عن أهم المزارات اللي بينصحوا بها الأجانب اللي هيجوا يشجعوا منتخباتهم الوطنية، ومنهم طبعا منتخبنا لندن. ما أكثر شيء يعجبك في مدينة سان بطرسبرغ؟ الفن المعماري. ماذا أيضا؟ المسارح. وماذا أيضا؟ الرياضة. حضرتك من سكان المدينة؟ لا، أنا ضيف. شكرا. مرحبا. ماذا يعجبكم في سان بطرسبرغ؟ أكثر شيء؟ أمطار، حمام. أمطار حقا؟ بالطبع، الفن المعماري. نحن أتينا من مصر، ماذا تنصحين الزائرين المصريين ليشاهدوا؟ الطرق هنا، الشوارع. أذهب إلى شارع دومسكا، مشاهدة أهل سكان بطرسبرغ الأصليين، وجههم الحقيقي، جميع المعالم مكتوبة في دليل السفر. نعم. شكرا جزيلا. معذرة من فضلك، ممكن أسألك سؤال؟ ماذا تنصح المشجعين الأجانب الذين سيأتون إلى هنا لمشاهدة المونديال؟ بالتنزه، أي متحف، مجرد فسحة على الأقدام على كورنيش نيفا سيكون جميلا، ولا توجد مدينة أخرى ولا نهر آخر مثل هايتي. شكرا. معذرة من فضلك، ماذا تنصح الناس الأجانب القادمين إلى المونديال؟ أي شيء يمكن أن يشاهدوه ويزوروه؟ أظن أن أهم شيء أن يمروا في القنوات المائية لدينا، حيث أنها تحتوي أروع المناظر. من الأشياء المثيرة أنهم يمكنهم معرفة تاريخ المدينة والتعرف على شيء جديد. لا توجد مدن كثيرة ذات قنوات مائية مثل هذه، وكذلك السير في شارعنا الرئيسي نيفسكي، وزيارة جميع متاحفنا التي نفتخر وتفتخر عموم روسيا بها. شكرا جزيلا. أنا شخصيا معجب بمدينة سان كثيرا، أعتقد أن هنا من الممكن مشاهدة كل شيء حرفيا. بالنسبة لوسط المدينة وشارعها الرئيسي، وإذا دخلت فناء ما ستجد فنا معماريا رائعا. الناس في غاية اللطف. يعجبني هذا المكان. أنا شخصيا أتيت من موسكو وأستمتع كثيرا، وأدعوكم للمجيء. شكرا. معذرة من فضلك، بماذا تنصح الأجانب القادمين إلى هنا من أجل المونديال؟ ماذا تنصحهم ليشاهدوا؟ هل تقصد المطاعم؟ لا، بشكل عام في المدينة. في المدينة، كنيسة إيساكيي، كنيسة كازانسكي، نزهة في قنوات الأنهار، وأعتقد أن هناك العديد من الأماكن الجديرة بالمشاهدة. ماذا؟ بصفتك من أهل المدينة، أنت من أهل المدينة حقا؟ نعم. ما هو الشيء الذي يعجبك بشكل كبير هنا؟ أنا يعجبني التنزه في قنوات النهر عندما يكون الطقس مشمسا. المنظر جميل جدا، يمكنك الاستمتاع بالطقس وهواء المدينة. شكرا.